مرحبا في الوادي تاكل محار. طب استني ادوقه بقى عشان انا اول مره اسمع عن الدغنوس ده. شايفين المايه جايه من تحت الارض، عيون، متعه واثاره وتشويق، وهجرب من كل نوع، مش هسيب اي حاجه. مرحبا بك اخويا في المغرب. اهلا بيكم فيديو جديد، شاطئ جديد، مدينه جديده من مدن المغرب الجميله، مدينه الوليديه، شاطئ الوليديه المبهر المختلف. النهارده هاخدكم في جوله اتفرج على مدينه الوليديه اللي تعتبر مدينه سياحيه من الدرجه الاولى بشواطئها المختلفه. شاطئ الوليديه مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، ده كتير جدا، هتعرفوا كمان شويه ليه، وافرجكم على اجمل مناطق الشواطئ هنا في الوليديه، وهنعرف احلى حاجه بتميز الوليديه ايه هي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. انني ارحب بكم في الوليديه. أجمل حاجة في الوليدية وأشهر حاجة فيها المحار. المحار هنا مختلف جدا على مستوى المغرب بالكامل، لدرجة أن بيعملوا له مهرجان كل سنة، مهرجان المحار. يلا بينا نجربه مع بعض. هو ليه الوليدية مشهورة بالمحار؟ علاش؟ علاش المحار كيتربى في الوليدية؟ هجرب من كل نوع، مش هسيب أي حاجة. من الاخر من الاخر كلتها في كازابلانكا والصويرة وامسوان، هنا احلى. الوالدية هي مهم، الوالدية هي الاهم. نجرب القوقعة دي. قوقعة ما شاء الله كبيرة جدا جدا. تاكل كلها؟ كل دي احلى من المحار شوية، الاثنين حلوين بس دي احلى. اللي بعده ده اسمه ايه؟ القصيبة. اللي كنت قصيبة 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 برضه دي كلتها في كازابلانكا، نشوفها هنا بقى مختلفة ولا لا. لا دي مختلفة مختلفة تماما. اديني واحدة كمان. دي واحدة عجبتني قوي. هذه ليزوغسان قنفذ البحر. ليزوغسان دي بقى لازمها المعلقه عشان انا اكلتها قبل كده وعارف. بنجمعها كلها لان هي الحتت الصفرة بس اللي فيها اللي بتتاكل، وبقيتها ما بيش بيترمي، يعني مش بيتاكل، ده بس اللي بيتاكل. شكلها زي بيض الكابوريا او بيض السمك، بجد حلوه حلوه. واحده كمان عجبتني طبعا بجد. ودايما الحاجات الفريش كده حلوه بصراحه. يعني يلزمني منها بتاع 100 مثلا عشان اشبع، احس ان انا اكلت منها حاجه صغيره جدا بس طعمها حلو. تعالى اقول لكم الاسعار قبل ما نروح البحر. 7 درهم قطعه، 5 درهم قطعه، 2 درهم القطعه، و2 درهم القطعه، وده احلى واحد. لازم تجرب المحار هنا في الوليديه، فظيع حلو قوي. هختم بقى بواحده تانية من اسمه ايه؟ كزبر؟ كزبر كزبر كزبر. اخدم بقى سايبر. سايبر. القصيبه سايبر. اختم بيها بقى. متعه واثاره وتشويق، يلا بينا على البحر. شهر سبتمبر من اجمل شهور السنه استمتاعا في الصيف في المغرب. اولا مفيش زحمه، مدارس تكون ابتدت، كل المغتربين اللي بيجوا المغرب في شهر 7 و8 عشان يقضوا فتره الصيف بيبتدوا يرجعوا شهر 9. الدنيا تبقى رايقه، الشواطئ بتبقى جميله، خدمه المطاعم بتبقى احسن. يعني شهر سبتمبر يعتبر شهر مميز. شايفين كمية الشواطئ يا جماعة؟ ادي واحد، اثنين، ثلاثة، شطين كمان، يعني خمسة. ما شاء الله مسطح كبير جدا وحلو جدا. الحقيقة مختلف تماما، شاطئ الوليدية مختلف تماما. هتستمتع جدا، أولا بالمناظر، الفيو حلو قوي، ثانيا بالراحة بالهدوء، شكل الشط مختلف، كمان هتستمتع بمنظر المحيط مع الشواطئ، كله متعة الصراحة.
شايفين بقى يا جماعه من عند قرب كده من هنا لغايه المحيط، شايفين المناظر عامله ازاي. هنا بقى الجزء الخاص بالمحيط، شاطئ المحيط، وادي مراكب الصيادين، هي مش كتيره هنا، ودي بيوت الصيادين هناك اللي فوق. بيوت الصيادين بيوت بسيطة جدا، المراكب بتاعتهم برضو بسيطة جدا، بس بيطلعوا حاجات جميلة جدا من البحر. هنا بقى الحاجة مميزة جدا على شط الوالدية، مشتاش على شواطئ كتير يعني، خاصة في غرب المغرب، على الشط فيه بياعين السمك، تشتري السمك وفيه شوايات تقعد تشوي وتاكل، تستمتع بالمحيط والمية والشط، ويومك كله يبقى سعيد. تعالى افرجك. وادي باقي الشط اللي على المحيط الوالدية، جزء المختلف عن اللاجون. وادي الصيادين زي ما احنا شايفين المراكب بتاعتهم، تعالوا كده نقرب منهم. عبد الرحيم، عبد الرحيم، اصور عبد الرحيم. ازيك يا عبد الرحيم؟ ايه عبد الرحيم، عامل ايه عبد الرحيم؟ عبد الرحيم وليدية. الحياة البسيطة الجميلة بجد. وادي بقى عين السمك اهو زي ما انتم شايفين، والشوايات، وحاجة لطيفة جدا وبسيطة جدا وجميلة جدا. يعملوا هنا السلطة اهو، الشوي وكل حاجة، الرزات بسيطة، ناس جميلة، والشط يجنن، كفاية القعدة عليه والله. هنا يا جماعة بصوا القعدة هنا بتفكرني بليلى مراد في مرسى مطروح. شط الوالدية عبارة عن جزئين، الجزء اللي وريتهولكم في الأول اللي هو اللاجون، أو الجزء الآمن، أو المنطقة الآمنة اللي ما فيهاش موجة وتصلح لكل الناس حتى الأطفال، بيسموها المنطقة المحروسة، والمنطقة الغير محروسة اللي ورايا اللي هي المحيط. يعني اللي يعوم هنا أو يسبح يبقى على مسؤوليته الشخصية، ما يلومش حد. حقيقي صعب والموجة جامدة جدا، بس لو في بداية الشط كده من غير ما تدخل جوه قوي لطيف جدا. منظر الصخور مع الميه، الموجه مع الرمله، مع البيوت والمنتجعات السياحيه والشاليهات اللي حوالينا، مع القوارب والصيادين واللي بيبيعوا السمك، يعني كل المنظومه كده على بعضها جميله جدا. عشان كده شاطئ الوالديه مختلف، وهي مدينه الوالديه كل اللي بيميزها الشواطئ بتاعتها فقط، ما فيهاش حاجه تاريخيه او مزارات سياحيه. كمان بتتميز بالمنتجعات السياحيه الفخمه قوي، في هنا غرف بالجاكوزي مطلة على المحيط على طول مباشرة، وحاجات هاي ستايل قوي يعني. ادي الشاطئ الغير محروس او الغير مراقب، وادي الشاطئ المراقب، وزي ما انتم شايفين الموجة بتاعته بسيطة وحلو ومليان عائلات طبعا لانه مؤمن. تعالوا نتوغل شوية كده نتفرج عليه. ما شاء الله يا جماعة شايفين مدينة الوالدية، مجموعة جبال على المحيط، معظمها جبال خضراء، منتجعات سياحية على طول الجبال، وشاطئ كبير جدا يعني غير محدود ومتنوع، كذا مرحلة كذا منطقة كلهم أحلى من بعض.
لاحظين هنا في الوالدية المراكب لونها أخضر على عكس كل المدن اللي رحتها قبل كده المراكب لونها كان أزرق. شايفين المياه جايه من تحت الارض، عيون بيسموها هنا عوينات. هي شبه مالحه، يعني ما تحسش فيها بالملح قوي بس مش عذبه. هنا الشواطئ في الوالدية حواليها المياه من كل حتة زي ما انتم شايفين شبه جزر كده، فبيروحوا لها بالقوارب دي، سواء الشط اللي هناك ده او الشط البعيد. وهناك على الافق خالص قدامنا هناك كده في مزارع المحار. أما السيتي سنتر أو المدينة نفسها ففيها أماكن كتير جدا للتسوق والتمشية، أسواق مش هتحس أبدا إنك ناقصك حاجة فيها، وكمان بيعملوا معارض في فترة الصيف لطيفة جدا، هتلاقي فيها المنتجات المحلية المشهور بها المغرب، سواء مشغولات يدوية أو حاجات تقليدية مغربية جميلة جدا. تعالوا ندخل واحد منهم. كل دي يا جماعة بقوليات ومكسرات، وده أرجان، أرجان كتان، خروع، ده ميكس التساق الشعر. طيب وده هذا الجرجير، جرجير هي اللي كده جرجير، غير الجرجير. جرجير أوكي. ملاموتا الخردل. لا. كل الحاجات دي تحط هنا تعمل زيت، تاخد منها الزيت. طبعا دي الناتج بتاعها اللي بيترمي بقى بعد ما بتتعصر. يعني هم هنا بيعصروا اي حاجه بصراحه. اللي شد انتباهي هنا في حاجات مستغرب انها بتتعمل عصاره زيت او تتعصر بيطلع منها زيت، زي الجرجير مثلا. انما اللوز، الارجان، الخروع، كل ده احنا عارفينه ما شاء الله. عندكم حاجات جميله. بصلة كمان بصل. دي يعني دي من ورق البصل ولا لا، من نبات البصل؟ الزريعة. الزريعة برضو تتزرع. برضو أول مرة أسمع بيطلع منها زيت بصل. زيت بصل ما شاء الله. عندهم ما شاء الله هنا في المغرب مقدرة إن هم يعصروا أي حاجة، أي حاجة بتتعصر ويطلعوا منها زيت. ده نوع من أنواع الحشيش، بذرة الحشيش اللي بيتزرع. طبعا
مش للكيف انما للعلاج، بتعمل منه زيت يستخدم في العلاج، يعني يستخدم في بعض مجالات العلاج الطبيه بعيدا عن الكيف تماما. واضح. ده عسل. عسل الدغموس. الدغموس. طب ممكن تقول لنا ايه هو الدغموس؟ هو هي نباتات تكون عندنا في مناطق صحراوية ولا المناطق الجافة. نبتة. اه اوكي. تكون عندنا في المناطق الجافة. طب استني ادوقه بقى. عشان انا اول مرة اسمع عن الدغموس ده. بسم الله. قريب شوية من عسل برسيم عندنا. قريب منه قوي. بلاتي شويه كده شويه حرق غنايه. نوعا ما بس حلو. مش مسكر قوي كمان. لا زمان فصل الشتاء بزاف كيعطيه جديد عسل الدغموس ده. ما شاء الله. الدغموس كيفوه هذو كلهم عسل اللي يكون في الغنى بزاف. كمان عسل الزعتر. الخروب. وعسل الخروب. السدره. وعسل السدره. وانا كنت شفت كمان قبل كده عسل كتير، انواع عسل كتير في الصويره. في الصويره في المدينه القديمه شفت انواع عسل كتيره جدا برضو مش موجوده في مدن المغرب كلها. ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. هتحب زيارة الوالدية جدا، خليها كده بجدولك مثلا يوم او اتنين. حلوة بجد. يا رب يكون الفيديو عجبكم ولو حاجة بسيطة منه. يا رب اكون قدرت افرجكم على الوالدية على قد امكانياتي وعلى قد وقتي. الوالدية مدينة جميلة جدا، هتقضي فيها يوم او اتنين او ثلاثة، هتستمتع بالهدوء والاستجمام والراحة. شواطئها الخلابة بجد زي ما انتم شايفين كله مبسوط وسعيد. شاطئ يصلح للشباب، للاطفال، للاسر، للعائلات، للكابلز، للهانيمون. منتجات سياحية عالية. مدينة بصراحة جميلة جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. شكر من كل قلبي على حسن المشاهدة ومنتظر دعمكم بشير او لايك او سبسكرايب. واشوفكم على خير دايماً.